اليوم كاينين في مركز جامعه امطاطي يعني في اطار واحد الزياره يعني الثانيه للسيد والي جهه تلميذ مدنون. هذه الزياره تخللتها مجموعه من العروض لرؤساء المصالح، يعني مجال هنا نتحدث عن قطاع التعليم، قطاع الصحه، قطاع الفلاحه، قطاع التجهيز، كذلك مجموعه من القطاعات التي يعني فيها اضرار يعني هنا بالجامعه. هذه العروض يعني اليوم صراحة تبشر بالخير، أنها أتت بمجموعة من المشاريع، يعني عرض رؤساء المصالح مجموعة من المشاريع التي سوف تعيد الحياة الطبيعية لهذه الواحة مجددا. كما أريد أن أشير كذلك أن هذه المنطقة يعني عرفت مجموعة من الأضرار، يعني لحقت مجموعة مدارس المجموعة المدرسية بالجامعة، وكذلك يعني مجموعة من البنية التحتية، يعني الطرق، يعني سواء مصنفة الطريق الإقليمية 13-15 المصنفة التي تربط بين جامعة أدي وجامعة أمطاطي، كذلك الطرق المصنفة التي يعني تؤدي إلى الدواوير التابعة للجامعة، كذلك الواحة، كذلك عرفت مجموعة من الخسائر في يعني على مستوى شبكة الرأي، وكذلك على مستوى يعني السواقي والأراضي الصالحة للزراعة، العيون، الخطارات، يعني مجموعة من الخسائر يعني التي شهدتها المنطقة. ولكن اليوم يعني شاهدنا يعني مجموعة من الاتفاقيات، مجموعة من البرامج يعني تمحورت في هذا الخصوص، يعني أنه يعني إعادة تهيئة مجموعة من البنيات يعني بالجامعة. الحضور ديالنا اليوم يأتي في إطار اللقاء الذي نظمته ولاية جهة قرميم ومدنون مع مجموعة من القطاعات في إطار يعني تفكير في التخفيف من يعني تداعيات الكارثة الطبيعية التي لحقت بجامعة أمطاطي أو فيضان ما يسمى بفيضان أمطاطي الذي ضرب المنطقة في هذا يعني الشهر. جميل جدا كذلك ما رأيناه على أن جميع القطاعات العمومية اللي حضرت اليوم حضرت بمشاريع، حضرت بمجموعة من المشاريع، وكل هذه المشاريع تصب في يعني محاولة يعني تخفيف من آثار ديال الكارثة الطبيعية. يعلم الجميع على أن هذه الفيضانات يعني خلفت مجموعة من الأضرار على مستوى مجموعة من البنية التحتية، على مستوى مجموعة من يعني المشاريع بالجماعة، على مستوى يعني السينيسمو، على مستوى الإنارة العمومية، على مستوى المصالح للشرب، على المستوى يعني الواحي، مستوى المنظومات الواحية كلها تأثرت بالأشجار ديالها، يعني بالنخيل ديالها. يعني كان واحد الأثر اللي هو كبير، كان يستدعي هذا التدخل للتخفيف من هذا الألم عند الساكنة المحلية، وخصوصا نعلم أن هذه الساكنة ما عندها حتى يعني شي دخل آخر من غير يعني هذا الواحة، وهي يعني الكفيل ديالها للبقاء بالاستقرار بهذه الجامعة. ونعلم كذلك عن أن الجامعة هي جامعة حدودية مع يعني جهة تسمسة على مستوى طاطا، وجامعة حدودية على مستوى إقليم سيدي فني، وهذا الطابع يعني إيش كيعني؟ يعني أنها هي أبعد جماعة على مستوى جهة قرميم ومدنون على مستوى الشرقية، هذا كذلك يعني بينها مع قرميم حوالي 106 ديال الكيلومتر ولا 110 الكيلومترات، وهو يعني واحد البعد اللي هو كبير جدا. ما يمكن أن أقوله الآن كمرصد للجنوب أو المرصد الجنوب للمرصد الجنوب على أن هذه القطاعات نتمنى يعني من هذا يعني تنزيل ديال هذه البرامج أن تكون هناك التقائية بين هذه المصالح لتنزيل هذه المشاريع، لأنه إلا خلينا كل يعني قطاع نزل مشروع بوحديته غنتلاقاو يعني مجموعة من المشاريع اللي ما كتنسجم فيما بينها، ولكن إلا جاب الله كانت واحد الالتقائية ما بين هذه المؤسسات وهذه المشاريع يمكن أن يكون أثر إيجابي على المنظومة الوحية وعلى الإنسان الوحي بهذا المجال. الشيء الثاني اللي أنا أكد عليه، كنتمنى أنه يتم إدماج البعد البيئي في هذه يعني المشاريع، مش ما تكونش عندنا مشاريع لا تحترم الواحة ولا تحترم يعني المنظومات الإيكولوجية اللي كاينة في الواحة. مثلا ملي كنشوفوا مثلا السواقي الإسمنتية في الواحة، كنعرفوا الأضرار ديال هذه السواقي الإسمنتية، كاينة مجموعة من المشاريع اللي كتضر بالمنظومات الواحية، ونتمنى على أنه يكون هذا اللقاء ويكون هذه البرامج تحترم يعني البيئة وتحترم الإدماج للبعد البيئي باش تكون
يكون عندنا الاستدامه، وخصوصا ان السيد الوري وفي كلمه ديالو السيد رئيس الجهه تكلموا على ان يعني هذا التنظيم ممكن ان تكون يعني قطبا سياحيا تنمويا بجهه قرميم ودن، ويمكن ان تكون قاطره للتنميه السياحيه بجهه قرميم ودن، ويمكن ان يعتمد عليها في اطار تسويق ترابي لجهه قرميم ودن. وشكرا.